السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، نورتونا اليوم في بث ورشة تصوير الماكرو حشرات. معاكم أخوكم المصور رياض حمزي من المملكة العربية السعودية، بالتحديد من جازان. إن شاء الله اليوم يكون لكم بث رائع وجميل بإذن الله تعالى. بنبدأ على طول دايركت. أول شيء بعرفكم عن نفسي، معاكم المصور رياض حمزي. طبعا أنا مصور ماكرو، عمري 32 سنة، من السعودية، من جازان بالتحديد. مصور محترف في مجال الماكرو ولا الميكرو. طبعا حصلت على عدة ألقاب دولية، من ضمنها الإيف إياب ولا كيو بي إس إي، الجمعية الأمريكية، ومنظمة اتحاد المصورين والمنظمة الهندية، وعضو في نادي النظرة الجديدة في المملكة العربية السعودية. طبعا حصلت على عدة جوائز، ومن أشهرها المسابقة الروسية المشهورة اللي هي مسابقة الروسية وورد 35. حصلت ولله الحمد على حصلت أعمالي على أفضل 100 صورة على مستوى العالم. كمان أنا حصلت كمصور على أفضل 100 مصور على مستوى العالم. طبعا قمت ببعض الورش في أكثر من مكان، ولله الحمد، وآخرها في نادي عسير الفوتوغرافي، وشاركت في بعض المعارض الدولية والمحلية. طبعا عندي بعض المقالات الصحفية في بعض الصحف وبعض الجرائد، ولله الحمد، وآخرها مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية نشرت صورة للذباب السارق. وإن شاء الله اليوم راح ما تطلعون من اللايف إلا إن شاء الله إنكم تكونوا فاهمين الماكرو من وإلى إن شاء الله. حاليا بنبدأ طبعا محاور الورشة. طبعا محاور الورشة راح تكون أول شيء في البداية تعريف الماكرو، أنواع الماكرو، أقسام الماكرو والمعدات المستخدمة، وفي الأخير راح نترك لكم وقت للأسئلة. جميعا إن شاء الله راح نجاوب على جميع الأسئلة، ما راح نطلع إلا كل واحدة أعطيناه حقه. في البداية، ما هو الماكرو؟ الماكرو هو نوع من أنواع التصوير يظهر الأجسام بتفاصيل أقوى، سواء أشياء تشوفها بالعين المجردة أو لا تشوفها بالعين المجردة. أوكي، يعني مثلا عندك عدسة عادية نفس البعد البئري، 100 و100 ماكرو، عدسة عادية 100 و100 ماكرو. في العدسة الماكرو راح تظهر التفاصيل بشكل أفضل، لأن العدسة مخصصة بهذا الشيء. أنواع الماكرو، أنواع الماكرو كثير. في بعضهم يحسبون إنه بس فقط إنه الحشرات لا غير، لا، أنواع كثيرة للماكرو، تصوير الماكرو. أول شيء مثلا عندكم القطرات، القطرات تعتبر من أنواع الماكرو. هذه بعض الصور على القطرات، هذه تعتبر تصوير ماكرو. طبعا أيا كان من أنواع القطرات، عندكم المعادن والأحجار، هذه اللي تستخدم في الأبحاث ولا الأبحاث العلمية، من الصخور ومن الصخور، هذا يعتبر من أنواع تصوير الماكرو. طبعا عندكم الورود، الورود شو اسمه، في أكثر من تصوير للماكرو، سواء تصوير عن بعد، سواء تصوير مقرب ما داخل الوردة. وفي الأخير راح نتطرق على الحشرات، وهو موضوعنا الأهم في هذه الورشة. أقسام الماكرو، أقسام الماكرو، في الماكرو وفيه الميكرو، اللي هو الماكرو التصوير الخارجي
تصوير الماكرو الخارجي، احنا حاليا بنتكلم عن الحشرات فقط، تصوير الماكرو الخارجي، وفي تصوير الميكرو الستاكينج الداخلي. في البداية بنتطرق للماكرو. الماكرو هو تصوير الأجسام عن قرب لإبراز تفاصيلها بشكل واضح، يعني ما نقدر نحدد موضوع الإكس كم إكس. تقريبا ممكن تحدد الماكرو إلى 3 إكس، 4 إكس، 5 إكس، على حسب الماكرو اللي هو تصور أشياء تشوفها بعينك المجردة، أو بعض الأشياء لا تشوفها بعينك المجردة، يعني إبراز التفاصيل. مثلا طبعا تصوير الماكرو يحتاج له لبعض الأشياء، من ضمنها الصبر. يعني تخصص، في بعضهم يحسب أن الشغلة مجرد تصوير فقط لا غير. لا، أنت حاليا تصور أشياء ما تقدر أنك تتحكم فيها، يعني حشرات، بيئة خارجية ما يمديك تتحكم فيها في البيئة الخارجية. فراح مع الممارسة، مع التصوير المستمر، مع الخبرة، راح تعرف كيف تتحكم بالحشرات اللي أمامك، تعرف سلوكياتها وأسلوبها، الأوقات المناسبة. هي في بعض الصعوبات ممكن أي مصور راح يواجهها، خاصة في البداية مصور المبتدئ، من ضمنها التحكم في الفوكس، وهي من أصعب الأشياء. أصعب الأشياء تحكمك بالفوكس. طبعا هي كيف تتحكم، سواء على حسب حجم الحشرة واتجاه الحشرة، وأنت كمصور اتجاهك لتصوير الحشرة. طبعا أغلب تصوير الماكرو يكون التحكم بالفوكس منوال، لكي تتحكم أنت بالفوكس، وين تبغى الفوكس، وين مفهومك من الصورة. هل أنت تبغى مقدمة الحشرة، هل تبغى تصور العيون، هل تبغى تصور المقدمة الرجول، هل الأجنحة، هل غيرها. لكن لو خليته على الأوتو بياخذ لك أول مقدمة من الحشرة دايركت. فأفضل إنه يكون تصوير منوال. طبعا الصعوبات الثانية وهي الأحوال الجوية. الأحوال الجوية تختلف من جو لآخر، ومن مدينة أو من دولة لأخرى، على حسب أحوالها الجوية. الحشرات أكثر شيء يتم تصويرها بعد شروق الشمس، تقريبا إلى الساعة 8 حوالي، على حسب الجو اللي عندك، سواء الجو حار أو الجو مو حار يختلف. طبعا أو قبل الغروب، فترة العصرية يفضل. ليش في هذه الوقتين تمام؟ لأن بعد الفجر يكون الجو ساكن وهدوء، الرياح خفيفة، كمان الحشرات تعطيك مجال للتصوير أكثر، كون الجو نوعا ما بارد. الحشرات من النوع اللي مع الحرارة تزيد حركتها. كمان أفضل وقت اللي هو وقت بعد الفجر، أوقات الافتراس، أوقات التزاوج، بداية يوم جديد، فيعطيك مجال للتصوير بشكل أفضل. التعامل مع الحشرة. التعامل مع الحشرة طبعا يختلف من حشرة لأخرى، وهذا الشيء تكتسبها مع الزمن، مع خبرتك، مع الممارسة اليومية. مثلا في حشرات يعني يكون عندها نوع من الخجل، في حشرات تكون نوع من الخجل، مثل الجراد. مثلا مثل الجراد، الجراد من أنواع الخجولة جدا، تجيه من أي زاوية يحاول يخبي وجهه قدر المستطاع. في حشرات ثانية تكون نوعا ما عدائية، تعرف متى تتحكم فيها. والأكثرية أنواع الدبابير أكثر الأشياء اللي ممكن تكون عدائية. في حشرات تكون حذرة، يعني سريعة من بعيد، يعني ممكن مجرد ما تشوفك يعني ما توقف. فأنت تعرف كيف تتعامل مع الحشرة، تشوف أسلوبها،
مثلا الحشرة تكون في منطقة ظل مثلا تحت ورقة أو أيا كان أو غصن، فأنت تعرف كيف تتحكم فيها، يعني ما تروح تبعد الورقة وتخلي أشعة الشمس تضرب فيها، في هذه المرحلة راح تطير. أو العكس، تكون مثلا في الشمس وأنت تجي عليها بالظل، ممكن هذه الناحية راح تطير. فمع الممارسة مع الزمن راح تتعلم أكثر وأكثر. من الأشياء اللي هو الإضاءة والتحكم بالإضاءة. طبعا الحشرات أكثر شيء أكثرها تكون عاكسة، وعلى حسب خبرتك في الإضاءة تعرف تظهر الحشرة. ممكن الإضاءة، قوة الإضاءة وضعفها تغير من شكل الحشرة من نوع لآخر، يغيرها سواء من ناحية اللون، سواء من ناحية الانعكاس، يكون انعكاس في الجسم ما يبرز لك التفاصيل، يغير لك شكل الحشرة ممكن ما تعرفها هذه الحشرة إيش نوعيتها. في استخدامك الإضاءة، الشمس خلفك أمامك، تنعيم الإضاءة، في أساليب راح نتطرق لها إن شاء الله بعدين، كيف من الممكن إنك تنعم الإضاءة. الحشرة، العمق الميداني اللي هو مساحة الفوكس في الحشرة، هذا أول شيء يعتمد على نوعية التصوير أو إيش الصورة، أنت المخرج النهائي اللي تبغاها في الصورة. يعني مثلا أنت بتصور مقدمة الحشرة فقط العيون، مثلا مقدمة الحشرة راح تضطر على حسب أنت اتجاهك للحشرة. يعني لو أجيت من أمام الحشرة فتحتاج عمق ميداني أكثر، يعني تحتاج إنك ترفع فتحة العدسة، يكون على 8 F8 F10 F12 على حسب، كله لأجل تاخذ مساحة أكثر، العيون أو الوجه أو إلى نص الحشرة، وعلى حسب حجم الحشرة، هل هي صغيرة؟ هل هي كبيرة؟ يختلف من حشرة لأخرى. كمان على حسب، مثلا نتطرق على مثلا فراشة، دائما الفراشات نحيفة حجمها يعني غير سميك، لو جيت مثلا عن بالعرض، جيت الحشرة بالعرض ممكن على F3 أو F4 ممكن تجيب الحشرة كاملة الفراشة، كون حجمها نحيف، هذا إذا جيت من العرض. لكن لو جيت من الأمام مقدمة الوجه، ممكن تصور على F10 F16 ما تجيب حتى نص الحشرة، وعلى حسب نوعية العدسة المستخدمة، هل أنت بتصور عدسة عادية ماكرو أو 1X على حسب، أو تبغى تصور 2X 3X على حسب الشيء. فهذا الشيء يفرق معك، هذا مع الممارسة راح تفهم أنت هذا الشيء اللي يتكلمنا عن العمق الميداني وزاوية تصوير الحشرة، هذا على حسب الصورة والمغزى اللي أنت تبغاه. هذه بعض الأمثلة على تصوير الماكرو الخارجي. هذا طبعا مثل الفراشة، شوف على الجنب اللي هي الفراشة، تقدر تاخذها بالراحة على حسب نوعية الصورة والأكشن اللي أنت بتصوره. فقدر قدر المستطاع أنك تحاول تصور مقدمة، تركز دائما في الحشرات على مقدمة الحشرة أو العيون أو الوجه، أكثر شيء ما يلفت الشيء في الحشرات اللي هي الوجه أو العيون أكثر شيء. طبعا الماكرو، بنتكلم عن المعدات المستخدمة في تصوير الماكرو. في نهاية البث إن شاء الله راح نترك لكم البث، الأسئلة من وإلى، خذوا راحتكم، اسألوا قد ما تقدرون، بإذن الله إنكم تطلعون راضين ومكتفين بجميع الأجوبة. أول شيء تحتاج لك إلى عدسة، إلى كاميرا، تحتاج لك في البداية إلى كاميرا أيا كان الكاميرا، تحتاج لك إلى عدسة ماكرو،
سواء 90 ماكرو سوني او 60 او 50 او ايا كان ماكرو. تحتاج لك ادوات فلاش ايا كان، في فلاشات مخصصة للماكرو بشكل افضل، في سبيد لايت، في الرينج، في على حسب ايش نوعية الفلاش اللي عندك، اللي هي مثل هذا سبيد لايت او غيره من الفلاشات الاخرى. طبعا تحتاج الى ترايبود على حسب تصويرك. الترايبود يعني ايش فائدته؟ في بعض الاحيان ممكن تصور ستاكينج خارجي او تصوير متعدد. في بعض الحشرات تكون هادية جدا جدا، ممكن جيت على وضعية الحشرة هادية تبغى تصورها اكثر من صورة فوكس، تعطيك مجال انك تاخذ راحتك، تحتاج لترايبود. انا من الناس اللي احب استخدم ترايبود الاحادي، والسبب انه اثناء التصوير، اثناء المشي، سواء في المزارع، في البساتين، في ايا كان، بيكون جسمك نوعا ما تعبان شوي من حملك الكاميرا، حملك العدسة، فترايبود الأحادي راح يريحك، راح يشيل عنك حمل أو ثقل، وهذا الشيء مفيد جدا جدا. طبعا من الأشياء اللي تستخدمها في التصوير الخارجي، وهي وهي بعض الأشياء، مثلا الستاكينج، مثلا عندك الفلاتر، عندك بعض الفلاتر مثلا رينكس، هذه من الأشياء. شوفوا مثلا كيف تسوي زوم، مثلا خليه شوف كيف صار الوجه، هذه من الأشياء اللي تكبر، هذه مكبرة، فيها أكثر من شيء، فيها 250، في 150، في 550، على حسب الحاجة. هذه من الأشياء اللي تستفيد منها في الخارج، تعطيك مجال إنك تقرب من الحشرة. الإكستنشن تيوب، حلقة دائرية مفرغة، في بعض يكون أوتو، هذه من الأشياء الأوتو، شوفها واضحة هنا، وفي أشياء منول، أنا أفضل الأوتو طبعا، سواء تبغى تستخدم بعدين أثناء التصوير في أوتو، تصوير الخارجية وتصوير منه، وتعطيك كل المجالات. طبعا هي أكثر من حلقة، شوف أكثر من حلقة، على حسب كل حلقة يجي فيها رقم. طبعا مثلا هنا يجيك 16 mm، مثلا هنا يجيك 10 mm، على حسب الشركة. طبعا يختلف، في شركات فيها يجيك 3 extension tube مع بعض. هذه لها فوائد ولها عيوب. من ضمن الفوائد انها يقربك من الموضوع اكثر، يعطيك مجال انك تتقرب بالفوكس اكبر، مو انك تكبر حجم الحشرة، لا، مثلا بينك بين الموضوع وبين السنسور او بين العدسة مثلا 40 سنتي، مثلا 40 سنتي، اثناء تركيبك الاكستنشن تيوب مثلا يقرب لك، يعطيك مجال انك تتقرب الى 30 سنتي او 20 سنتي. لكن عيوب ايش؟ راح يكون مسافة الفوكس ضئيلة جدا جدا، عمق الميدان ضئيل جدا، فتضطر الى انك ترفع فتحة العدسة. هي شغلة كلها شغلة تباين، او شغلة مثل مثلث التعريض، لما ترفع فتحة العدسة راح تقل الإضاءة، راح تضطر إنك ترفع الآيزو أو تنقص في الشتر، راح تضطر إنك ترفع الإضاءة، تزيد قوة الإضاءة، فلها مميزات ولها عيوب في هذا الشيء. طبعا في يجيك نوع من الفلاتر مقربة، فيها مميزات في عيوب، نفس الشيء، انها تقلل لك الجودة، كثرة العدسات امام العدسة اللي هي الفلاتر تقلل لك نوعا ما من الجودة. طبعا في اشياء مثلا
عندك هذه الأشياء تظهر أمامكم اللي هي منعمات الإضاءة على حسب نوعية الفلاش المستخدم. مثلا هذه الإضاءة الحالية اللي شارحها لكم مثلا للسبيد لايت. سبيد لايت هذه صناعة يدوية طبعا، عبارة عن كرتون ديفيوزر يوضع فوق العدسة زي مثل اللي في الصورة أمامكم. جدا جدا جميل، أنصح أي مصور ماكرو يستخدمه. السبب الأول إنه يوزع الإضاءة، الحشرة مثلا تكون في المقدمة، يوزع الإضاءة يمين ويسار الحشرة من الأعلى جميع الاتجاهات، ينعم الإضاءة جدا جدا، يعني ما يخلي في الإضاءة انعكاسات، قوة الإضاءة أي شيء. طبعا أكثر من طبقة من الداخل، أكثر من طبقة، فأنا أنصح أي واحد. هو طبعا صناعة يدوية، هذه إحدى الأمثلة للديفيوزرات. في أكثر من ديفيوزر، أكثر من طريقة ممكن تقدر تسويها أنت في البيت، مثل اللي حاليا عارضه أمامكم، فيها تقدر تستخدم ورقة أمام الفلاش، ممكن تستخدم أي شيء كان على حسب الفلاش، نوعية الفلاش المستخدم. طبعا حاليا انتهينا من مجال الماكرو، بنتطرق إلى مجال، والله قبل نتطرق إلى مجال الميكرو راح نشوف بعض الأسئلة ونجاوبكم عليها. فقط في مجال الماكرو أي أحد عنده سؤال أو شيء يتفضل، بعدين نتطرق نبدأ في مجال الميكرو إن شاء الله. تفضلوا، اللي عنده سؤال والله شيء تفضل. أنا أول تجربة لي في الماكرو استخدمت عدسة 18-55، وما زلت لأنه ما في عندي عدسات. أول شيء عدسة 18-55 جميلة جدا، أي عدسة ممكن تقدر إنك تستخدمها للماكرو، لا تتطرق على عدسة محددة. ولكن في هذه العدسات، في عدسات تكون غير مخصصة للماكرو أصلا، مثل هذه العدسة 18-55 يكتبون لك على العدسة ماكرو وهي ما غير مخصصة. لكن إيش الفائدة منها؟ هي عدسة شبه وايد، يعني ممكن يقربك من العنصر. في هذه المرحلة حاول تستخدم أشياء مثل الفلاتر، هذه جميلة، حاول تستخدمها مع العدسة 18-55 راح تطلع بنتائج حلوة. في تنزل الإضاءة إن شاء الله بإذن الله. في تصوير خارجي لما أستخدم الفلاش الخلفية تجي، أيوة، مشكلة كثيرين يواجهونها وهي أن الخلفية تكون سوداء. إيش السبب في هذا الشيء؟ أول شيء الأسباب فتحة العدسة، لما ترفع فتحة العدسة هذا الشيء يخلي الخلفية تكون سوداء. هذا أول شيء، قرب الخلفية عن الموضوع وبعدها هذا يفرق في الشيء. إذا كانت بعيدة جدا فهذا الشيء راح تكون سوداء، غير لما تكون قريبة والإضاءة توصل للخلفية. هذا من الأشياء، هذا أنت على حسب الإضاءة وعلى حسب الموضوع والفكرة اللي تبغاها راح تطبقها. إذا أنت مثلا تبغى تبين الخلفية، حاول إنك تنقص نوعا ما فتحة العدسة، تضطر إنك ترفع الآيس أو على حسب نوعية الكاميرا، هل فيها تحببات أو لا نويز. تضطر إنك تنزل في الشتر على حسب الموضوع، ما أقدر أطلق. بس في أشياء كثيرة تتحكم بسواد الخلفية ووضوحها أو لا، اللي هي فتحة العدسة، الشتر، قربك من الموضوع، بعدك عن الموضوع، الإضاءة اللي حواليك، الإضاءة المستخدمة، أشياء كثيرة يعني. تنفع العدسة 50 في تصوير الماكرو؟ نعم تنفع، ليش لا؟ تنفع العدسة، أنا قلت لك أي عدسة ممكن تقدر تستخدمها، أي عدسة، ولكن يفضل عدسات متخصصة في الماكرو.
يفضل هي أي عدد تقدر تستخدمه عادي، ولكن من الممكن تستخدم عليها أشياء سواء extension tube أو سواء فلاتر. دام العدسة غير مخصص للماكرو حاول تستخدم معها أي شيء سواء 50 أو غيره، راح يساعدك بهذا الشيء وراح تطلع بنتائج حلوة. الفلاتر التي تقرب تركب على العدسة ولا على الكاميرا، لا مقدمة العدسة، مثلا هذه عدسة ماكرو 90، أوكي تستخدم. أنا بحاول أوضح لكم، هذه عدسة ماكرو في مقدمة العدسة، مقدمة العدسة تركب زي الكليبس، تجعل أي عدسة. طبعا فيه يجيك مقاسات الفلاتر، طبعا ايش اعمل، لازم اعمل من شان خلفية تجي الوان على حسب. في بعضهم يستخدمون اشياء كثيرة، مثلا في بعضهم يقرب لك يجيب لك غصن ورقة شجر او ورقة خارجية ملونة معاه، يخليها يكون مثلا يصور بجهة ولا الجهة الثانية، يحط الورقة خلف الحشرة ويصور يقربها. سواء في بعض مستخدم أوراق ملونة أو لون أخضر أيا كان، يعني في أكثر من شيء تقدر تتلاعب في هذا الشيء. الكاميرات كانت تنفع تصوير أي عدسة تنفع، لكن على حسب نوعية العدسة بغض النظر عن الشركات. أنا للأمانة من مستخدمي سوني طبعا، وعدسة 90 جدا 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 جبارة، وأنا أجزم أي أحد معاه هذه العدسة ما يندم عليه، أنا أجزم صراحة عدسة لا تعلى عليها. أستاذ رياض كيف تحط الخلفية خلف الحشرة وهي خارج البيت؟ يمديك في أكثر من طريقة، يعني مثلا أيا كان أيا كان أي ورقة عندك أمامك، مثلا أنت بتصور حشرة، حاليا حشرة أمامك، أنا ماسك الكاميرا أحاول إني أركب لكم العدسة لأجل أطبق لكم هذا الشيء. مثلا هذه الكاميرا أمامك، أوكي معي، هنا العدسة، هنا الحشرة، خلاص أنا أحاول أجيب مثلا هذه الحشرة هنا، أنت بتكون يدك الثانية فاضية، حاول تجيب معاك ورقة ثانية، ورقة شجر، ورق عادي، حاول تشيله وتخليها خلف الحشرة، تكون خلفها وتصور، بتعطيك ألوان الشيء اللي تبغاه. هذه من بعض الحيل اللي تقدر عليها، ويفضل إنك تحاول قد ما تقدر إنك تصور تصوير خارجي طبيعي قد ما تقدر، إلى إنك تتمرس من هذه الشغلة، تفهم كيف تحكم بالخلفيات، تفهم تحكم بالفوكس، تفهم. أنا أتكلم كمبتدئ. في حال صورت الحشرة الفترة الصباحية ما يحتاج الفلاش لأن ضوء الشمس يكفي. أنا أقول لك إيش فائدة الشمس؟ فائدة الإضاءة الفلاش لها عدة فوائد. الإضاءة الطبيعية في كل أنواع التصوير جميل جدا. طبعا من ضمنها الفلاش ليش جميل؟ أول شيء الفلاش يجمد لك الحركة، فوائد الفلاش يجمد لك الحركة جدا جدا مهما كانت حركة الحشرة، يعني ممكن يسمح لك إنك تنقص الشطر إلى 60 70، أوكي فهذا الشيء يخليك تجمد الحركة، هذه ميزة الفلاش. في أماكن تكون مظلمة تحتاج إلى إضاءة فلاش على حسب الحشرة، ما تكون في الخارج، ممكن تكون في ظل، تكون تحت غصن شجرة، تحت ورقة شجرة، في نص أشجار، فهذا الشيء. طبعا راح نوقف الأسئلة حاليا، نبدأ مجال الميكرو لين ما نخلص، راح نرجع الأسئلة مرة ثانية إن شاء الله، ما تطلعون كلكم اللي عندكم إجابات بإذن الله. حاليا بنتكلم في مجال الميكرو اللي هو
الستاكينج، فوكس ستاكينج، تصوير مقرب هو الأشياء، وهو إظهار تفاصيل ما لم ترى بالعين المجردة. أوكي، أكثر شيء هو الميكرو، هو إظهار تفاصيل ما لم ترى بالعين المجردة. يستخدموه كثيرا سواء في المختبرات، سواء في الدراسات العلمية، سواء في غيرها، بس الأكثرية بس هي تصوير أشياء ما لم ترى بالعين المجردة. تصوير الميكرو وهو تخصص، يعني تخصص لوحده. في بعضهم مثلا مصورين ماكرو لكن ما يصور الماكرو خارجي وماكرو داخل، ميكرو داخل اللي استاكين. في بعضهم متخصصين فقط في الميكرو داخل، تخصص هذا الشيء لأن هذاك مجال وهذا مجال، هذه كلها معدات مستخدمة غير، وهذه معداتها غير، طريقة تصويرها غير. طبعا الميكرو ترمز له نسبة التكبير، ترمز له في الميكرو اللي هي بالإكس، في الماكرو بشكل عام بالإكسات، مثلا في نسبة في بعض أشياء تقاس بالسانتي بالمتر، في الماكرو يكون بالإكس على حسب نوعية التقرير. أوكي، طبعا نعطيكم بعض الأمثلة على الميكرو. هذا تصوير مقرب لبعض الأشياء، مثلا هذا 5x، هذه تقريبا 5x، هذه ممكن 5x، هذه بعض الأمثلة للميكرو. راح نتطرق إن شاء الله نفهمكم بهذا الشيء. الميكرو، المعدات المستخدمة للمجال الميكرو. أول شيء، أول حاجة، كاميرا، تحتاج لك إلى كاميرا. ثاني شيء، تحتاج لك إلى عدسات متخصصة في هذا المجال، وهي عدسات مقربة أو عدسات مجهرية. هذه عدسات مجهرية على حسب نوعيتها وكم إكس نسبة التقريب. عدسة صغيرة جدا، هذه اللي تركب في المجاهر الإلكترونية. طبعا كيف إن أصور فيها مع الكاميرات الدي اس ال ار والميررلس؟ طبعا تحتاج لك الى بعض الاشياء تحولها الى، هذه مثلا انبوب، احدى الاشياء مثل الانبوب. اوكي، اشياء تحولها لك الى، يعني تشغلها على كاميرات الميررلس والدي اس ال ار، وهي عدسات مجهريه. عندكم السيت اب امامكم، ستب أمامكم، هذا إحدى الأشياء اللي نركب فيها العدسات المجهرية. هذه بعض الأشياء أو الأشياء اللي ممكن تتحكم بالكاميرا. هذه تضع أمام الكاميرا اللي حاليا ظهرت أمامكم، تظهر تحت الكاميرا سلايدرات، هذه سلايدرات مانوال، هذه تتحكم بالكاميرا، تقدم في الكاميرا وترجعها للخلف. هذه أشياء منول طبعا، هذه أشياء، هذه بعض الأنبوب والفلاتر، الأشياء هذه الأشياء الأوتو، هذا مع التطور مع الخبرة مع الأيام راح تستخدم هذا الشيء إن شاء الله. مثل الأشياء هذه اللي استخدمها أمامكم، أحاول أوضح لكم هذه الأشياء. هذا سلايدر أوتوماتيك، هذا أنا أتحكم فيه عن طريق برنامج، أقدم الأمام وأرجع الخلف. هذه من الأشياء، في بعضها تكون سلايدرات أوتوماتيك وفي بعضها تكون لا منوال. عندكم هذه بعض الستة بالشكل الخارجي، يعني راح أوضح لكم بعض الأشياء بعدين، راح يمكن راح تفهمونها إن شاء الله. توزيعات الإضاءة في الميكرو، توزيعات الإضاءة سواء فلاشات مستمرة، سواء إضاءات فلاش عادي، أيا كان مصدر إضاءة. أكثر شيء تكون في التصوير الخارجي ستاكينج تكون الحشرة ميتة. في بعضهم تصور الحشرات مجمدة، ولكن على حسب نوعية التصوير، على حسب كم صورة بتصور،
الحشرة ما راح تعطيك مجال إنك تصور. إذا كانت مجمدة مثلا، إنك تمسك الحشرة تضعها في الثلاجة لمدة 10 ثواني حواليها فقط، توصل الحشرة لمرحلة التخدير فقط لا غير. يعني ممكن تصورها 3 صور 4 صور ترجع تتحرك الحشرة. فأكثر أنواع التصوير استكنك إن تكون الحشرة ميتة. حاليا مجال الميكرو راح نتكلم أكثر من كذا، راح نشرح لكم. أنا طبعا راح أتكلم لكم بشكل عام الميكرو والماكرو، بالذات الميكرو. الميكرو أول شيء قلنا حشرة تكون ميتة، تثبت لها طرق في التثبيت، تجهيز السيت اب اللي أمامكم. هذه إحدى الأشياء، إحدى الست الأشياء المستخدمة، فلاش يمين فلاش يسار، هذا منعم مثلا على حسب الاستخدامات، سلايدر، أوتوماتيك، أنبوب، تقرب العدسة وتبعدها، مسافة على حسب نوعية العدسة المستخدمة، 10X أو 5X أو 20X 40X 100X. طبعا طبعا بعض الأشياء هذه راح نتطرق لها إن شاء الله مع الممارسة، أنتم راح تفهمون هذا الشيء. حاليا بعرض لكم فيديو بسيط بعض الأعمال، وبعدها إن شاء الله راح نعطيكم وقت للأسئلة من وإلى. أوكي، أترك لكم 2 دقيقتين إن شاء الله مع الأعمال، نرجع لكم. حاليا راح نبدأ نعرض لكم التطوير الخارجي الماكرو. يعطيكم العافية جميعا. طبعا حاليا انتم شفتم المقطع الفيديو قبل شوية. طبعا اكثر شيء اللي يجذبك تصوير الماكرو بكل امانة، ولله في خلقه شؤون فعلا، يا اخي تكتشف اشياء عالم
عالم عجيب، عالم عجيب جدا 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 صراحة، وهذا الشيء يخليك تصور أكثر وأكثر، هذا الشيء يخليك تصور أكثر وأكثر، كل ما تضطر إنك تدخل في الحشرة أكثر وأكثر. طبعا حاليا إيش النقاط اللي ودكم تعرفوها؟ أنا ما عندي مشكلة أعيدها وأكررها 100 100 100 200 300، ما عندي مشكلة، المهم الكل يكون فاهم في هذا الشيء. طبعا حاليا بنتطرق لفقرة الأسئلة معاكم إن شاء الله. اللي ما شفت سؤاله يعيد يرسلها مرة ثانية. طيب أول شيء نبدأ، حاليا نبدأ فقرة الأسئلة، أرجو أعيدوا الأسئلة من جديد وأبشر إن شاء الله. ليش أقلب العدسة RAAL؟ أقلب العدسة تكون ظلمة الشاشة وما تشوف شيء. عدسة 1755. لا عادي يمديك تقلبها، يستخدم في أدابتر ما بين العدسة، حلقة دائرية ما بين العدسة والكاميرا يسمح لك إنك تقلب العدسة، هي جميلة وتطلع لكن فيها عيوب، تخرب كاميرتك. ألا ترى إذا تدخل إلى السنسور تعدم العدسة؟ يعني عيوبها كثير، وأنا ما أنصح أي أحد يسويها صراحة، جدا ما أنصح به. يزن، يزن باسل، أستاذ أنا عندي عدسة 50، كان أي عدسة قلت لكم يمديكم تستخدموها، أي عدسة كانت، ولكن تبغى تحولها لشبه ماكرو حاول تستخدم قد ما تقدر اكستنشن تيوب او فلاتر رينوكس وما رينوكس وغيرها، انصح في هذا الشيء اذا كان عدستك غير مخصصه للماكرو اصلا. حياكم الله جميعا. استاذ رياض، ما هي افضل عدسه للتصوير الخارجي؟ اعيد واكرر، عدسة سوني 90 جميلة جدا جدا جدا، أنصح أي أحد. في كمان عدسة 60، لكن البعد البؤري 90 مناسب جدا جدا مناسب، قربك من الحشرة وبعدك عنها، تفاصيلها جميلة، يعطيك مجال إنك تقرب من الحشرة كثير. شوف مثلا يعطيك مجال إنك تقرب من الحشرة، شوف 0.5، يعني تعطيك أكثر من مجال إنك تقرب، فأنا أنصح أي أحد ياخذها بكل أمانة. موضوع العدسات المجهرية والسلايدرات ما كانت واضحة منك، أبشر حبيبي. العدسات المجهرية أول شيء، أنا حاليا راح أركب لكم بعد الله أوصل لكم الفكرة إن شاء الله. شوفوا أنبوب فارغ، أنبوب فارغ ركبته أمام العدسة مكان العدسة، طبعا هذا أنبوب فارغ من الداخل فارغ فقط، هذا الشيء يخليك تحول، يعني يخليك تحول العدسات المجهرية اللي تشتغل على المجاهر إلى الكاميرات الدي اس ال ار والميرورلس، وتركب العدسة للأمام هنا من المقدمة. أوكي، هذا موضوع العدسات المجهرية. طبعا العدسة المجهرية على حسب البعد البؤري. أوكي، تركب هنا في الأمام، شوف هاي تركب في الأمام، هذا إحدى الأشياء ممكن تستخدم هناك في سلايدرات، أكثر من شيء، في أنبوب، في بلود تحكم فيه. طبعا هذا الأنبوب مو كل الأنبوب تنفع على نفس العدسة، على حسب العدسة المجهرية. مثلا عدسات مجهرية يقول لك مكتوب، يجي مكتوب على نفس العدسة مثلا مسافة من بين السنسور إلى الموضوع الحشرة مثلا 160 ملي، مثلا هذه 160 ملي، قصدهم إيش 160 ملي؟ شوف
160 ملي قصدهم إنها تكون بأفضل جودة للعدسة. في هذه الناحية راح تقيس من بالمتر من العلامة، علامة السنسور، هذه علامة السنسور، تأخذ المقياس وتقيس إلين بداية العدسة، بداية العدسة يكون 160 ملي، وبناء عليه تشوف الطول المناسب للأنبوب. أوكي، هذه إحدى الأشياء. في عدسات مثلا تكون 210 ملي أو 200 ملي على حسب نوعية طبعا. من ناحية السلايدرات بعرض لكم حاليا، أنا عرضتها قبل كذا. هذه حاليا اللي بتظهر أمامكم هذه إحدى السلايدرات المنول، هذه سلايدرات ملون. طبعا تتحكم أنت بالعدسة، هذا تضعها تحت العدس الكاميرا، تتحكم فيها، تقدم العدسة وترجعها. أوكي، في طبعا سلايدرات أوتوماتيك مثل هذه اللي ظاهرة أمامكم، مثل اللي أستخدمه حاليا هنا، حاليا هذا سلايدر اوتوماتيك. طبعا لما تشتري السلايدر اوتوماتيك في اكثر من شركة، يجي معاه البرنامج الخاص تنزله من نفس موقع الشركة، تحدد انت في نفس البرنامج كم المسافة بين كل فوكس وفوكس، المسافة بين كل فوكس وفوكس كم ملي على حسب نوعية العدسة المستخدمة. تتحكم فيها مثلا، تقول له بين كل صورة وصورة مثلا 3 ثواني 4 ثواني 5 ثواني، على حسب تحدد له كم صورة الناتج النهائي. كل شيء يتحدد عن طريق البرنامج. نصيحة من أستاذ للمبتدئين في مجال التصوير بالكاميرا، كاميرا تؤدي الغرض في مجال تصوير الماكرو؟ كل الكاميرات تؤدي، جميع الكاميرات تؤدي الغرض، ما في كاميرا، كل الكاميرات هي تفرق. ممكن من كاميرا لكاميرا، أو أنت تقول كمبتدئ فكل الكاميرات تنفع على حسب العدسة المستخدمة اللي تيجي مع الكاميرا، على حسب هذا الشيء، لكن الكاميرات كلها تنفع. ممكن تفرق معاك أثناء تطور ووصلت مسألة الاحترافية، راح تبحث عن كاميرات ذات ميجا بكسل عالي، راح تبحث عن عدسات تكون تظهر لك تصويرك بشكل أفضل، فيختلف. هل تصوير الفراشات بشكل عام يحتاج إلى عدسات ماكرو؟ تقدر تصور حتى بعدسات عادية، أنا قلت لكم أي نوع من الماكرو تقدر تصور فيه، قلت لكم فلاتر، في اكستنشن تيوب، على حسب أي شيء. ولكن يفضل عدسات الماكرو، عدسات الماكرو يفضل انك تستخدموها بشكل افضل. عدسات الماكرو يفضل لانه مخصص لهذا المجال، سواء من ناحية الحدة، من ناحية تفاصيل قربك من الحشرة، تعطيك مجال اكثر من العدسات العادية. عدسات الماكرو الكانون، وش اسم الموديل تبعها؟ والله ما لي خلفية كثيرة، ولكن في بعض العدسات يمكن انك تسأل عنها او تستفسر عنها. انا استخدم عدسة ام بي 65، تكلم عنها وعن الفلاش لانها صعب. عدسة غنية عن التعريف، ما يحتاج لها كلام، عدسة جبار، عدسة 65. طبعا هي نسبة تقريب فيها من 1x الى 5x، ولكن تحتاج لك الى تكون خبرة لكي تستخدم هذه العدسة، خصوصا في التصوير الخارجي صعبة جدا، كونها مسافة الفوكس طويلة جدا، عدسة ثقيلة، تستخدم توزيعة الإضاءة، لها فلاش خاص للاستخدام، لها فلاش خاص للاستخدام طبعا. ف عدسة جميلة جدا صراحة، مع الممارسة راح تتعلم عليه. أحمد العاني، هل من الضروري استخدام الإضاءة بشكل وقت
بكل وقت. أنا من ناحيتي أستخدم الإضاءة في كل وقت، ليل نهار، في ممكن أصور في الليل في النهار، أحب أستخدمه. أول شيء يساعدني تجميد الحركة، عادي تقدر تصور بدون إضاءة، تقدر عادي، لكن تجميدك الحشرة صعب جدا جدا جدا. الفلاش يخليك تظهر التفاصيل بشكل أفضل، يجمد لك الحركة. عارف إن الجو برا مو كيف تتحكم بهذا الشيء، بيكون هواء، الأشجار تتحرك، الحشرة تتحرك، الفلاش يجمد لك الحركة قد ما تقدر، يظهر لك التفاصيل بشكل أفضل. فأنا أنصح باستخدام الإضاءات. الماكرو والميكرو، الفرق بينهم شرحت قبل كذا. الماكرو مثلا جبت عدسة عادية ماكرو وعدسة ثانية نفس البعد البواري، مثلا 90 ماكرو وعدسة ثانية 90 ما هي ماكرو، كلها نفس البعد، لكن عدسة الماكرو راح تظهر لك التفاصيل بشكل أفضل. فهذا اللي هذا الماكرو، الماكرو هو إظهار تفاصيل بشكل أفضل، سواء أشياء تشوفها بعينك المجردة أو أشياء ما تشوفها بعينك المجردة. الميكرو يستخدم أكثر شيء للأبحاث وغيرها، أو تستخدم لأشياء هو إنك تظهر أشياء ما تشوفها بعينك المجردة. مثلا أنا ظهرت لكم قبل كذا مثلا تصوير هذه، مثلا هذا المقطع الفيديو أمامكم، هذا اللي في البداية يظهر لك تصوير الميكرو، يعتبر أشياء ما تشوفها بعينك المجردة كثيرة، أشياء تكون قريبة، هذا تستخدم فيها 10x 5x، شوف هذه أشياء ما تشوفها بعينك المجردة ترى بسهولة. فهذه إحدى الأمثلة يعني. طبعا عندي، إيش تنصح للمبتدئين جدا من نوع كاميرا وعدسة؟ للمبتدئين أي كاميرا أي عدسة، سواء يفضل أنها تكون عدسة متخصصة في الماكرو أيا كان، مو لازم يكون بهرة الثمن أو غالية، تقدر تجيب نتائج بأقل العدسات أيا كان، تقدر تجيب نتائج. إذا كان عندك عدسات غير مخصصة للماكرو يمديك تستخدم بعض الأشياء المقربة وتسمح لك شبه ماكرو، اكستنشن تيوب، فلاتر وغيرها. سباد الاوتوماتيك يجي مع البرنامج الخاص عبد الله حمد، عبد الله عماد محمد، نعم يمديك. طبعا تيجي مع كل، على حسب الشركة، السلايدر يجي مع نوع البرنامج الخاص فيه. لما أصور ستاكينج وأستعمل فلاشين أحس الخلفية مدموجة مع الحشرة، إيش لازم من شان أعزل الخلفية؟ هذا في تصوير الستاكينج، قصده إن الحشرة أثناء التصوير مثلا. الحين برجع لكم الفيديو. بوريكم بالفيديو طبعا. مثلا نوقف هنا، مثلا هو قصده، شفتم الشعيرات السوداء هذه اللي أمامكم؟ هذه الشعيرات أثناء الدمج تظهر معاك، هذا على حسب، يا إما يكون مسافة الفوكس اللي أخذته من الفوكس الأول للثاني والثالث والرابع فيها مشكلة، ما حسبت الحسبة الصحيحة للعدسة لاستخدامك العدسة، أو أثناء الدمج استخدام برنامج مهم في الدمج. على حسب نوعية البرنامج المستخدم هل هو دقيق أو لا، ويفضل استخدام برنامج يسمى زيرين ستاك استكر،
زيرين برنامج متخصص لهذا الشيء، تدمج إن شاء الله 1000 2000 صورة، ما عندي مشكلة. طبعا هاي كمان النقطة الثانية، بعد الدمج يمديك تستغنى عن هذا الشيء، تبعد اللي هي التداخلات ما بين الحشرة والخلفية، هذا باستخدام عن طريق استخدام البرنامج يمديك تستبعد من هذا الشيء. صح متعب، لكن يمديك تحل هذا الشيء لأكثر من طريقة. طبعا في فوكس ستات، كيف أمشي الفوكس على حسب الفوكس، إذا كان منول، إذا كان السلايدر منول أو أوتوماتيك. مثل هذا المستخدم أمامكم، هذا اللي هو أمامكم، هذا أوتوماتيك، تحدد عن طريق البرنامج. أنا أحدد له أول نقطة آخر نقطة، يمشي طبعا ياخذ راحته من النقطة لآخر نقطة. أنا محدد له كل شيء، محدد عن طريق البرنامج، وراح يوقف الوحدة. في طبعا سلايدرات منول، مثلا أنا حاليا بعرض لكم إياها، هذه حاليا اللي تظهر أمامكم في الأسفل، اللي حاليا بتظهر هذه منول، تتحكم فيها عن طريق زي الفرارة، تحرك فيها تقدم الكاميرا وتردها. هل أقدر أصور بكاميرا تصوير مايكرو؟ أيا كاميرا كانت، أيا كاميرا، ولكن الأدوات المستخدمة مع الكاميرا، أيا كاميرا يمديك، لكن الأدوات المستخدمة مع الكاميرا أيا كانت هي، بس يختلف على حسب الأدوات المستخدمة. هل تصوير الفراشات بشكل عام يحتاج إلى عدسات مجهرية؟ نعم، يفضل إن العدسات، يفضل إن تستخدم عدسات ماكرو، لكن يمديك عادي على حسب حجم الفراش أو حجم الحشر بشكل عام. تقدر تصورها بعدسات عادية، ولكن ما تظهر تفاصيلها بشكل أفضل في العدسات الماكرو أو المتخصصة. أو إن كاميرا كانون، وش أفضل عدسة تصوير؟ في أكثر من عدسة، في الظاهر عندكم عدسة 100 ماكرو، 100 ماكرو. نعم. كيف إعدادات كاميرا سوني لفوكس ستاكينج أو فوكس بريتاكينج؟ طبعا في برنامج ينزل أبلكيشن في السوني، هذا كان قديما وأغلق في هذا الشيء، ما فيها طبعا هذه الميزة الفوكس، ولكن أنا أصور بعض الأشياء تصوير ستاكينج خارجي، وأنا حاليا بعض أعرض لكم إياها. مثلا خارجي لكن يعتبر ستاكينج. مثلا عندكم هذه الصورة، هذا ستاكينج خارجي، لكن الماكرو خارجي يعتبر بنفس العدسة هذه 90. لكن كيف تصور ستاكينج خارجي؟ لا أكثر من طريقة. طبعا تصوير سريع، تغير الإعدادات أوكي على التصوير السريع. تسمع أنت بصوت الشتر؟ طبعا تستخدم كيف طريقة تصوير هذا الشيء، تغير على التصوير السريع وتصور. مثلا لما تحط عينك حاول تثبت نفسك أوكي، مثلا الحشرة أمامك، حاول تصور سريع وتحرك الأمام والخلف، مثلا سريع كذا. مثلا هذه إحدى الطرق، مثلا أوكي، يعني تقدم الأمام وترجع الخلف، تاخذ الحشرة من الأمام للخلف، فوكس ستاكينج سريع، بعدين تدمجها برامج سواء فوتوشوب وغيرها. هذه إحدى الطرق. طبعا هل ممكن تصوير الماكرو بالجوال؟ نعم يمديك، ليش لا، في عدسات متخصصة تركبها للجوالات، يمديك بهذا الشيء وتركب عدسات مخصصة.
أساس ماكو. إيه زاوية فضة تصوير الفراشة أستاذ؟ على حسب، ما في زاوية أفضل من زاوية، على حسب الأكشن اللي أمامك أو إيش بتظهر أنت في الصورة. هنا الكلام، تقدر تحدد هذا الشيء. مثلا تزاوج فراشة، لما تزاوج كيف بتصورها؟ بتحاول تصورها من الجنب، تكون الحشرة أمامك من العرض. ليش؟ عشان يعني تظهر شكل الحشرة، الحشرتين كاملة في وضع التزاوج. أستاذي بالنسبة لعدسات الماكرو كان في عندك 100، في عندك 50، على حسب إن كان يتكلم عن عدسة 65 وفراح عدسة. والله لو أتكلم ما راح تخلص. عدسة جبارة وعدسة ما شاء الله فظيعة جدا جدا. من وين أحصل هالأنابيب؟ هالأنابيب صراحة أنا أطلبها كل المواقع برا خارجية. طبعا أطلب هذه الأشياء، لأن عندنا في الخليج شبه منعدم، وبشكل عام في العرب عندنا شبه قليلة. بنحاول نطلبها من أماكن زي أمازون وغيرها. سلاد الأوتوماتيك يجي مع البرنامج الخاص؟ نعم يجي مع البرنامج الخاص. وين نقدر نحصل الأنابيب هذه؟ هل الأنابيب تختلف الكاميرات؟ نعم، على حسب الأنبوب. الأنابيب كلها واحدة، لكن نفس المخرج من هنا اللي يركب في الكاميرا، على حسب تحدث سوني أيا كان شركة، عشان يدخل في تركب على نفس الكاميرا. نعم يوجد عدسات ما تستخدم للهاتف الجوال. نعم كيف تستخدم اكستنشن تيوب؟ حاليا اريد كيف تستخدم الاكستنشن تيوب اللي هو الاخ ناجم مثلا. حاليا بركب لكم هذه، تركب بالله ما بين العدسة والكاميرا، هذه مخصصة للسوني. بعدين تركب تركب الفلاشة. كيف طريقة استخدام اكستنشن تيوب؟ هي حلقة يسمح لك انك تقرب من الحشرة، مثلا فوكس ما بينك وبين الحشرة مثلا 50 سنتي. مثلا لما تركب الاكستنشن راح يسمح لك تقرب، تصير الى 30 سنتي حواليها. هذا هو مبدأ استخدام الاكستنشن تيوب. أنا أستخدم أصور بعدسة 24-70 مع اكستنشن، النتائج بداية جميلة. نعم، كلامك صحيح محمد منصور. نعم هي تقدر تستخدم في أي عدسة، لكن العدسات المخصصة للماكرو يكون أفضل. إذا ممكن تقيم صور الماكرو في حسابي؟ والله ما نقدر نقيم إحنا للأسف، إحنا ما زلنا، ولكن ممكن نعطيكم توجيهات، بعض التوجيهات الأشياء اللي أقدر عليها أبشر من عين الله. أنا أعرف الماكرو كانون، إذا ما نوع الماركات الخاصة لتصوير الحشرات؟ ما في نوع ماركات خاصة، ما في أبدا، أي شيء يمديك. أنا كاميرتي كانون عادي أستخدم عدسة سوني. لا ما يمديك، لكن إذا كاميرتك سوني تقدر تستخدم عدسات كانون، لأنه فيه محولات تستخدمها. يعني لازم، مو لازم أستعمل ريم لايت من شان تظهر تفاصيل؟ لا مو لازم، بس على حسب تقنيتك، فكرتك بالإضاءة، على حسب خبرتك وإيش الصورة اللي تبغاها. بس دائما ريم لايت يعطي جمالية أكثر. وين نحصل اكستنشن تيوب؟ في مواقع مثل أمازون وغيرها. يمكن تعطينا اسم وماركة سلايدر مانوال؟ والله ما في ماركات، ترى ما أعرف الماركات الأمان، لكن في أشياء كثيرة وأسعار كثيرة. وأي كان تنصحني أشتري الكاميرا السوني؟ والله والله أنا مدرب هذا الشيء بالأمانة، بكل أمانة، غنية عن التعريف، غنية عن التعريف صراحة. السوني أنا مجربها، وأنا أتكلم عن تجربة
بهذا الشيء، وأعمالي إن شاء الله إنه هي اللي الأعمال هي اللي توضح قوة الكاميرا، أعمالي تشوفوها هي اللي توضح لكم قوة الكاميرا، جدا جدا أنصح فيها بقوة. كم كان عمرك لما بدأت التصوير؟ أنا بدأت التصوير قديم تقريبا 10 سنوات 9 سنوات، لكن في مجال الماكرو 2018 في تخصص الماكرو بحت. وش هي كاميرتك؟ أنا كاميرتي E7 R Mark 3. إن شاء الله تطبيق عملي بإذن الله، راح نطرق على ورش ثانية وإن شاء الله نعطيك تطبيق عملي يكون أفضل بإذن الله. إيش اسم البرنامج اللي تعدل عليه؟ أنا أستخدم في برامج الدمج زيرين ستاكين استكم اللي هي زيرين، برنامج زيرين الغني عن التعريف، أفضل برنامج للدمج متخصص في الماكرو. بعد ما أخلص من الدمج أحولها إلى الفوتوشوب، بعد أبدأ أعدل هناك في الفوتوشوب، أنظف الحشرة، بعض أشياء تعديلات الألوان الإضاءة وغيرها. أسمع كثير عن جودة عدسات نيكون للمايكروسكوب، يقولون إنها الأفضل تصوير الميكروسكوب. نعم هي عدساتهم جميلة وما يحتاج لها، ما عليها كلام، ما شاء الله على أساس إنهم متخصصين في هذا الشيء. بس من فضلك لو في مجال تعدل الأسئلة المتكررة عشان تستفيد أكثر من الوقت، ما عندي مشكلة. أنا تفضلوا خذوا راحتكم من الأسئلة من وإلى، خذوا راحتكم. أنا بقولكم أهم شيء لا أحد يخرج من البث اللي الكل فاهم. إذا بتعطينا كم موقع لمسابقات عالمية ودولية نستفيد منها، مثلا عندكم وورد 35 للمسابقة الروسية وغيرها، في مسابقة هندية وورد لايف، في مسابقات أجنبية، في أنت تتابع هذا الشيء راح تعرف المسابقات، الفائدة من المسابقات يطورك يثقفك يعرفك. مثلا صورت صورة تعرف مستوى الصورة وين وصلها، تشوف بعد نهاية، مو لازم تشترك حتى في المسابقات، بعد انتهاء أي مسابقة روح شوف الصور الفائزة، مثلا شوف ليش فازت، ايش الشيء الزين، ايش الشيء اللي فيها، ليش فازت، ايش الزوايا اللي استخدمها، كيف طريقة تصويرها. انت روح شوف الصور الفائزة تاخذ فكرة، تتعلم، حاول تثقف نفسك اكثر، اقرأ كثير، شوف في النت كثير، هذا الشيء يخليك تتثقف أكثر وأكثر. أفضل عدسات الكن، في عندهم عدسات 100، عندهم 65. الله يسلمك السو، ما عندي مشكلة، أنا أحاول قد ما أقدر أن أعطيكم كل ما عندي، المهم أنكم تستفيدون من هذا الشيء. الله يعافيك. أنا ما أحب التعديل أبدا على الصور، أفراح في مجال الماكرو إجباري أو غصب عنك، إجبرك إنك تعدل، لابد 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 إنك تعدل على هذا الشيء. ما في شيء، في بعضهم يقول لك لا، تعرف المصور الحقيقي في استخراج للصور الأساسية، لا غصب عنك لازم تعدل، لازم تبرز الألوان، لازم تبرز الإضاءة. الكاميرا مستحيل، انت حاليا لما تصور مثلا راو مستحيل ان تطلع لك الوان اللي تشوفه بعينك المجرده ولا على الطبيعه، فانت تحاول لما تعدل انك تحول الشيء الراو يخليها الصوره فلات نوعا ما، الالوان باهته الاشياء، فتحاول انك تعدل الصوره للشكل الطبيعي زي ما تشوفها عيونك، هذا هو المعنى. ان شاء الله نحدد جزء عمل ان شاء الله باذن الله. الدمج بأي صيغة أفضل، الراو؟ هو يفضل بالراو، لكن زيرين ستاكينج عندك تشتري طبعا بفلوس على حسب في للأفراد والشركات، وأكثر من شراء. في أول شراء الشراء ستاندر العادي اللي هو فقط ما يمديك إلا تعدل فيه، تدمج الصور جي بي جي فقط. في شراء للشركات تقدر تشتري عادي، تقدر تدمج الصور راو، بس بيكون ثقيل عليك على حسب قوة جهازك وهذا الشيء.
بس يفضل راب. لا يا فرح، مسموح التعبير. انا اقول لك التصوير الخارجي، انا اتكلم عن الماكرو الخارجي. ايش متى يمنع؟ يمنع اذا ازلت الحشرة نفسها او قصيت الخلفية كاملة، هذا ممنوع. التصوير الخارجي الوايد لايف تعتبر من ضمن الوايد لايف. حاول انك تصور، تخلي الحشرة شكلها الطبيعي. انت في اثناء التعديل عدل في الاضاءة، عدل في الالوان، ابرز الالوان، عدل الاضاءة، نظف الاشياء اللي مثلا عدس السنسور عندك وسخان، مسموح لك انك تنظف البقع والاشياء الوسخانة في السنسور، عدل الاضاءة، الالوان. غير كذا ما يمديك. لا تقص شيء وجزء رئيسي من الحشرة، هذا ممنوع. لكن في الاستكنج الخارجي الداخلي مسموح لك انك تعدل، مسموح لك. طبعا حاول لا تغير الخلفية، حاول تكون خلفيتك اثناء التصوير، لكن تنظف الحشرات، تعدل الالوان من وإلى. حمدان، ايش السؤال؟ تفضل عادي. ما هي البرامج المستعملة في التكبيس؟ عندك الزيرين استاكن، افضل برنامج. انا حاليا بكتب لكم طبعا في الكومنت عشان تشوفوا برنامج جميل ومختص بهذا الشيء. انا حاليا بكتب لكم وانتم، هذا البرنامج اللي ارسلته، هذا افضل برنامج اللي قدمته. ما ادري ما انكتب، ما ادري وضع طلع عندكم. والله باقي سؤال، من اللي عنده سؤال يتفضل. لا بفلوس هذا طبعا، بس شراء مرة واحدة. انا اشتريته، اشتري بفلوس بس مرة واحدة مدى الحياة، بس ما ادري كم السعر. زيرين مستكن، هل ظهر الاسم امامكم؟ ايوه انا ارسلته حاليا. طبعا بالتصوير المجهري من الانبوب تتوقف التحكم بفتحة العدسة، وبالتالي تحتاج اضاءة كبيرة. هل الفلاش المستخدم مع الكاميرا بالميكرو بهيك حالة؟ أكيد راح تتوقف طبعا عند استخدام الميكرو. طبعا تستخدم الأنبوب، فتحة العدسة راح تكون زيرو زيرو، راح تتوقف في هذه اللحظة. استخداماتك كلها بالإضاءات سواء مستمرة أو الفلاشات، أيا كان مصدر الإضاءة. قوتك حاليا على توزيعة الإضاءة، تنعيمك للإضاءة على الحشرة، فكرتك من الصورة، كيف طريقتك في الصورة، هذا اللي يفرق. طيب أنا اشتريت فلاش وتخلص بطاريته في نفس اللحظة. أنا أستخدم صراحة بطاريات، أنا أستخدم مثلا فلاش سبيد، لا أستخدم بطاريات قابل للشحن عشان ما أقعد كل شوية مثلا أشتري. أوكي، قابل للشحن، هذا اللي أستخدمه أنا عشان كل شوية تعيد تصويره. بس أنت كم يعني كم بتصور الفلاش الواحد تقريبا؟ إذا عبيتها فول على حسب قوة البطارية، مثلا 2800 واط على حسب، تعطيك 600 صورة حواليها، يعني كفاية 200 صورة تكفيك بالراحة. في تصوير ستاكينج الخلفية لازم تكون زي لون العين أو قريب. لا ما تقدر تحدد على حسب فكرتك من الصورة، ما تقدر تحدد أبدا. على حسب فكرتك والصورة، مو لازم يكون، بس الأفضل إن تنسق ما بينك وبين الحشرة الخلفية واللون، وحاول تحط خلفية أو أشياء لا تلفت النظر، يعني خلي المشاهد دايركت تروح عينه على الحشرة ما تروح على الخلفية. بطارية الفلاش مخصصة للعدسة. يعطيكم العافية جميعا.
إن شاء الله إنكم استفدتم بإذن الله. وحاليا بعطيكم هنا حساباتي، تشرفوني جميعا. هذه حسابات معروضة أمامكم، تشرفوني جميعا. وأي استفسار أو شيء أنا حاضر. عندكم حساباتي من وإلى، تويتر أو إنستغرام أو بالإيميل أو أيا كان أو الواتساب. إن شاء الله نقدر أخدمكم، نقدر نساعدكم ننشر العلم قد ما نقدر، نحاول ننشرها إن شاء الله في وطننا العربي. إحنا نقدر، إحنا متميزين دائما أفضل مما نتصور. بس شدوا همتكم وحاولوا الاجتهاد، الجد والاجتهاد. يعطيكم العافية، وإن شاء الله ما عاد في سؤال، الكل راضي والكل استفاد. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله.